يمكن تابعنا في التقرير رفع الاستعدادات في محافظة الإسكندرية تحديدا لمواجهة تقلبات الطقس مع بداية فصل الشتاء، وده يخلينا نروح لزميلتنا دينا شرف عشان نتعرف منها على أحوال الطقس كده في جولة سريعة. طمنينا على درجة صحيح. الحرارة دي. هو احنا ملاحظ طبعا بقالنا يومين ان الجو فيه انخفاض في درجات الحرارة ملحوظ. خلينا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده لسه في انخفاض في درجات الحرارة، الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وفي كمان فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، وأعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 38، وأقل درجة حرارة في السلوم 25 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.